وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من باريس موسى أفشار، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس المقاومة الإيرانية. مساء الخير سيد موسى. وبداية، يعني لو ما مدى استطاعة هذا المؤتمر من تسليط الضوء حقيقة على الدور الذي تقوم به المرأة الإيرانية وخاصة في الانتفاضة الأخيرة؟ أحييكم وأحيي مشاهدي تلفزيون البحرين في المملكة البحرين الشقيقة. في الحقيقة كما تعلمون أن النظام الإيراني منذ 39 عاما بعد القيام نظام ولاية الفقيه السابق ثورة الشعب الإيراني ضد الشاه، بدأ ممارسة القمع أولا بممارسة قمع حقوق المرأة وسحق حقوق المرأة. وفي الأشهر الأولى من حكم هؤلاء الملالي الحاكمين هم بدأوا بفرض الحجاب القسري على المرأة الإيرانية. ومنذ ذاك فإن المقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق، بالرغم أنه كثير من الأخوات المجاهدات محجبات، لكنهن نظمن مظاهرة، وكانت هي أول مظاهرة ضد نظام الحاكم في إيران بعد الثورة، لمطالبة حق المرأة الإيرانية، لمطالبة بحرية الحق، حرية المرأة الإيرانية لاختيار الملبس. نعم. وهذه كان من أساسيات الحريات في إيران. لكن يعني فلذلك بسبب صح حقوق المرأة كان للنساء دور مهم خلال كل هذه الفترة والانتفاضات التي شهدتها إيران خلال هذه الفترة، سواء في 1999 وانتفاضة 2009، ولكن التي تميزت به الانتفاضة الأخيرة المستمرة حاليا هي الدور القيادي للمرأة. هذه المرة فحيث شهدنا في كثير من المظاهرات وحتى على لسان النظام الإيراني باعتراف رموز النظام الإيراني، كانت للمرأة الإيرانية الدور الريادي لهذه الانتفاضات، لأنها من أكثر شرائح المجتمع الإيراني يعني مستحدة. نعم. وحقوقها يعني كما تعرفين حتى حسب قانون دستور النظام، وهو دستور ولاية الفقيه، فليس للمرأة حق لكي ترتقي إلى مستوى يعني قاضي محكمة، وكثير من الأمور المدنية محرومة عنها المرأة الإيرانية. نعم. لكن المهم، وهو الجانب الذي لابد أن يعني نركز عليه، أن النظام الإيراني وحتى يومنا هذا ونحن نتكلم في إذاعة في تلفزيونكم، وأن النظام الإيراني يطمح في قمع المجتمع الإيراني من خلال قمع المرأة. نعم. فهذا هو ديدنة النظام الإيراني. فلذلك تماما نشاهد بأنه هذا الدور القيادي. وأما أود إلى سؤالكم حول المؤتمر يوم أمس، المؤتمر العالمي للمرأة. نعم. الحقيقة هذه التجربة النافعة كان لابد أولا أن تطرح من قبل المقاومة الإيرانية لأخواتهن، لأخواتها في مختلف الدول العالم. وثانيا الآن نحن في استنفار دولي مهم جدا للضغط على النظام الإيراني للإفراج عن أكثر من 8000 معتقلين الانتفاضة، وطبعا وضع الذين كانوا وراء القمع اللي بلغ عدد القتلى 50 من المتظاهرين وأكثر من 12 تحت التعذيب. نحن نطالب الأمم المتحدة والجهات الدولية، ومن خلال هذا المؤتمر ومن خلال هذه النساء المنازلات الناشطات اللواتي يرجعن اليوم وغدا إلى بلادهن لممارسة الضغط على حكوماتهن للانضمام بهذا الاستنفار الدولي لممارسة الضغط على النظام الإيراني لإفراج عن هؤلاء يعني العشرة والمعتقلين،
وايضا وضع رموز النظام امام الاداره. نعم. من قبل الاليات التنفيذيه. نعم نعم. من باريس موسى أبشار، عضو في لجنه الشؤون الخارجيه في المجلس الوطني للمقاومه الايرانيه، شكرا جزيلا لك.